السلام عليكم يا اساطير، اتمنى تكونوا بصحه جيده. معكم زياد اوس موكر من قناه متسابق الالعاب، ورجعنا لكم اليوم يا اساطير بمقطع جدا اسطوري. اليوم واخوان رح نودع ان شاء الله اخوان مود دراغون بول على الاخر، لكن اخوان جبنا الهاشتاج اخوان قبل يوم من انتهاء المود اخوان، رح يكون فايتات اسطوريه بشكل كامل متكامل. طبعا اخوان احنا سرقنا اخوان الكرات عشان انه نخليكم تكونوا فاهمين شو الجيم بلاي راح يكون. سرقنا الكرات او قتلنا التيم اللي كان معه الكرات، كان تيم تركي بلعناهم يعني فنشنا التيم كامل واخذنا الكرات منهم، وبلشت السكوادات معلم تبش علينا من يمين وطرف وشمال يعني انتوا لحالكم راح ان شاء الله راح تشوفوا هذا الفيديو اخوان. فاتمنى يا شباب اذا ما بتشوفوا القناه تدعمونا باللايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اجدد الفيديوهات يا اخوان. وفزتكم يا اخوان وصل القناه 12000 مشترك، انتوا قدها يا اخوان. ما حنطول عليكم المقدمة، خليكم مع الفيديو. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، لايكاتكم شيراتكم يا اخوان للفيديو. ليتس جو. شدينك في واحد سدينكم الجيم اسطوري ايزي يا اخوان والله. صوت يساعدينا وين زلون مارك ذا لوكيشن وين سباكر عندك دمج وين سباكر قدام يا اخوان. Mark the location. واسخة ومدمج ها. شلو. صوت. في ناس نبيت. امسك نيد زياد كفو عليك. وين؟ واسخة قدامك. واسخة قدامك. Thank you. واحد اسوء نص زياد اسوء نص ضايع هات عامل مكان يا اخوان انا امشي او عيد قلبي قدامنا وين في ناس ثانيه قدامي واحد نوك وواحد فل وهون بلعنا بعد فوز 4 ايام بلعنا فقدت الامل، لكن الجيم الارينجر راح يبلش هلا. سياره قدامك عربين فل دمج ها انزل بسرعه شيله ضل واحد هجوم واتش اوت بس تعال امسكني زياد قبل كل شيء انا معي كل الطبوات طيب سريع زياد راح يموت هاي بسرعه كان امش هيل حاول يا ابي غزال غزال اجيب سياره بس حرام حرام والله كبسولة سيارة أي شيء معايا كبسولين معايا كبسولين كمان في واحد قدامنا واحد هنا واتش اوت واتش اوت اضرب بس امي دوره بدناش نضيع لا روح سيبك منه روح على طول يلا زياد روح ادعس ابو غزال خليك مكمل نروح لازم نروح بوشينكي ولا ايه؟ لا بدناش هي ما بدناش ولا 1% مش متأكدين يا بس خدنا الشباب نشتري درع وخوذة ثلاثة تضبط حالنا انا ابي احلم مقلش حد يسوق مقلش عندي احسن شنطة من اللفة ايه
المشكلة هلا زون صغيرة حيصير يعني في ناس بسكول كان بلاوي ناس لقت خل ما بتنضف شوية بدنا تنضف حتى لو قعدنا شوي برا الزون ضربنا لنا حولة جبتين لسه طول الخمس دقايق انتم متخيلين شو معنى طول الخمس دقايق يعني هننفشك فيه لا راح يعني راح الزون قصدي راح تكون صغيرة صغيرة يعني بس عند شو اسمه يعني راح يكون في تيم اخر اشي ضدنا يا بنقتل يا بنفعلها انتم متخيلين انه احنا لسه كنا راح نبلش سيارة راح حلو كون انا بفضل الوضع خرايا قدامنا اثنين كده في اربعة ورانا كده لا بننزل كده مكان خرا مكان خرا هيك يا فونيكس والله لازم نشيلهم يا اخوان هدول اللي ورانا والله تريحونا كتير تعالوا الوان ممكن في واحد اوبن واحد هناك هناك واتش اوت استنى تعال بلاد لا لا تحت مارك ذا لوكيشن دقيق دقيق يلا ابو غزالة اعطيه واحدة في المخ يلا يا اخوان مش في البيت مش في البيت رح ارمي السيارة عندي السيارة تعال اروح على شو يلا ابو غزالة تعال مش ضايل وقت يلا زياد يلا روح تضربش زياد لو حد ضرب عليك يشيلوه هاي في ناس حلو. في ناس صوت واحد جوا في الغرفه اللي جوا مين بيبلكني يا جدعان عليه بالحرام من صوت ريف زياد يريف مش راضي يريف شو اسوي تعال هاد هاد خد ملتوفتين تاخذ من التفتين اضربهم ثانك يو لازم اروح افعلها دقيقتين ملتوفات يا اخوان هاي في ملتوفات اضربوا وقعت نوك ها ادخل بعد والله يا هاكر تعال بسرعه ريف اخوان بس انا المهتم انا اللي ضروري هلا ترايفوني يا بتخلصوا لفوقكم يا شو الو خلصوا لفوقكم عند ابو غزال زياد خلص لفوقك حلو رف زياد بسرعة انا بكفركم سموكات شو معك غزال كفر غزال سموكات قبل ما تنوك شو معك سموكات لوت زيت في سموكات برا في سموكات برا مثل في اسمه عباية عبي بديتك الزيت بدي احاول اشوف لا يا فنيكس من شان الله سموكات يا اخوي بدي اسخريها من شان الله سموكات هناك راح هيل بسرعة في ناس تيجي من هنا بسرعة سموكات بس بدنا نستكشف عائلة انا ما انا ميتان طب بس سموكات بس حط ولع فيها اصبر اصبر ثانك يو فيش سموكات بدنا سموكات لا العظيم شايف ابن المرض اصبر شفته والله العظيم فاعل من خلال عبيد اهو وين قلايب يسعد دينك فنكس وفير الرن يا اخوان يسعد دينكم يا اخوان يلا روح هاي المرة الثانية هاي وديني فنكس روح روح كفو صدقكم والله نايس جيم والله العظيم اللود اللي تحت انفعل والله شايف انا عارف اني شايف قلت لك اول ما قتلني يا ابو غزالة قلت لك في هذا شايف فل سموك ضربني وانا قاعد بفعل فيها والله شوف الكلات والله كفو نايس ايش قلت لك انا يا زياد بتجيبون يعني تجيبون
خاوة جبتها والله جبتها والله جبتها يا اخوان. ليش قلت لك بخيت بخيت والله انه فونيكس فين تنزل نقول عليه دايما خلاص خدنا الهاشتاج اسم بكون بكون في شو اسمه لازم تفوز تبع النات عشان يجي لك ابو غزر نفوز السبعه وميك بياخذوا التمثال بعد السبعه والنات بيروح بفعلوا التمثال خدنا الهاشتاج خلص ما يعيش تايدوه بس يعني هو والله مسيم اي حط الهاشتاج حط الهاشتاج فونكس اخي سف الهاشتاج كونكر احلى آه شو قلت لك انا زياد انا لما انو احطه اجيبه بجيبه عادي انت مالك والله كفو انت كل يوم تفتح تنوي في لا والله قسما بالله زياد بالله عليك قلت لك وقت ايش نجيبه لك شهر اول السيزون قلت لك شو قلت من اول شو اسمه لا استنى من اول السيزون شو قلت كنت تقول لي نجيبه شو اقول لك قلت لي ايزي بعدين شو قلت لك انا قلت لك لما اذا بدي اجيبه بجيبه ايزي واليوم لما رنيت علي على الساعة 3 قلت لك شو ايش قلت لك اليوم بحلمتك بالله يا فينيكس قلت لك انا قلت لك اليوم بكون عندك عاش فينيكس الله ريدي كعب والله امي خمي